السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت، فلك الحمد على ما أعطيت. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، إني أحبكم في الله. يا عم إني أحبكم في الله، يا عم أنتوا لسه ما اتكحرتوش، عملنا لكم ورش عشان تتكحرتوا، ما فيش فايدة. قولوا ما شاء الله أنت جنتي قوي، ما شاء الله أنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أيوة كده، تعرفوا تقولوا كده، أحبك الله الذي أحبتنا لأجله. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا إخواني، وربنا يجعلكم من سعداء الدنيا والآخرة يا رب. يعني إخواننا وأخواتنا في الله، ربنا يحفظكم. يعني سبحان الله العظيم، سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. رايح يعمل إيه؟ رايح يتعلم ثلاث مسائل في معرفة الله من الخضر، أو أمضي حقبة. سيدنا موسى لا يمكن بني آدم أصلا يعيش حقبة أبدا، ولكن همة المؤمن في معرفة الله أعلى من عمره. المؤمن رغبته في أنه يعرف ربنا اللي خلقه، أنه يعرف ربنا اللي فطره، أنه يعرف ربنا. أول حب قلبك عاش معاه في الوجود هو حب الله سبحانه وتعالى. رغبة المؤمن انه يعرف ربنا اكبر من عمره. المؤمن لو بذل عمره كله انه يسعى في معرفة الله، هيموت وهو عطشان من الشوق الى الله سبحانه وتعالى، ومن الشوق الى معرفة الله سبحانه وتعالى. ايها المعرض عنا، ان اعراضك منا. الغلابة اللي مش مشغولين بمعرفة الله، الغلابة اللي مش مشغولين انهم يتعرفوا على اسماء الله وصفاته، الغلابة اللي مش مشغولين ان هم يتصلوا بالله. ايها المعرض عنا، ان اعراضك منا. لو اردناك، لو ربنا اراد الناس اللي في الشارع ده كلها، لو ربنا اراد انه يسمع العصاه اللي قاعدين الوقت يسمعوا للفسق وللفجور، لو ربنا اراد الناس اللي مدياله ظهرها، لو ربنا اراد اي انسان على وجه الارض، لو ربنا اراد كل الكفار والملاحده، لو اردناك جعلنا كل ما فيك يردنا، كل ما فيك يردنا. لو ارادك الله، وعشان ربنا يريدك انت لازم تريد الله سبحانه وتعالى. النهارده هنتكلم عن اسم من اسماء الله الحسنى، اسم خطير جدا يا جماعه. اكتر اسم يخليك تحب ربنا، يا سلام. ايه اكتر اسم يخلينا نحب ربنا؟ ده اكتر اسم ربنا عاملك بيه، اكتر اسم ربنا عاملني انا بيه، اكتر اسم النبي عليه الصلاة والسلام عاش معاه. هو ايه ده؟ يعني هيكون اسم ايه؟ يعني ما انا عارف الاسماء الحسنى، ايه الاسم ده؟ اكتر اسم النبي عليه الصلاة والسلام قلبه عاش معاه. الاسم اللي من غيره كان زمان كل واحد مننا هلك، لولا انه ربنا بيعاملنا بيه. الاسم اللي الكون كله يهلك من غير هذا الاسم، حد يقدر يقول لي ايه؟ الغفور. الغفور اكتر اسم قلب النبي عليه الصلاه والسلام عاش معاه. ليه؟ لانه اكتر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ربنا بيه. زي ما هنشوف الوقت يا اخوانا، اكتر انا مستغرب ازاي الواحد ما اكتشفش هذا الكلام من قبل، ازاي الواحد ما خدش باله ان اكتر ذكر كان النبي عليه الصلاه والسلام بيقوله على مدار اليوم هو الاستغفار. يبقى معناه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان عايش بقلبه مع اسم الله الغفور. النهارده هنتكلم عن عباده هتغير حياتنا كلنا باذن الله سبحانه تعالى. عبادة هتغير كل شيء في حياتنا، عبادة الاستغفار. انا عايزك تركز معايا، يعني الواحد ساب الدرس وقعد في ساعة الاجابة بتاعت يوم الجمعة يستغفر الله. عايز ادعي ربنا بادعية في قلبي، ادعية نفسي اطلبها من ربنا. لا 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 لا, لا. مش قادر ادعي باي دعاء واسيب الاستغفار. ليه؟ لان زي ما هنشوف الوقتي، الاستغفار ده الحل بتاع كل مشاكل حياتنا. مين قعد ساعة الاجابة النهاردة قبل المغرب؟ يرفع ايده.
إن لله وإنا إليه راجعون. أي واحد اتنين ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كنا ثلاثة بأربعة خمسة وما شاء الله لا قوة إلا بالله. أبشروا يا إخواني، أبشروا أبشروا. طول ما إحنا لسه ساهدين في الدعاء كده، خليكم كده بقى. عايزين تتجوزوا ولا لأ؟ نفسكم تتجوزوا؟ طب ما تطلب يا ابني خزان ربنا مليان عرايس. عايزين عربيات؟ عايزين إيه؟ خلونا نتكلم في الاستغفار الآن، خلونا نتكلم في اسم الله الغفور. أكتر اسم يحببك في ربنا ليه؟ لأنه أكتر اسم ربنا عاملك بيه يا جماعة. لولا ربنا بيغفر لك في اليوم آلاف المرات، لأنك بتذنب في اليوم آلاف المرات. ومن القوانين الربانية أنه لا يوجد ذنب بلا عقوبة، لا يوجد ذنب بلا عقوبة. يعني معنى أن أنت قاعد قدامي سليم رغم الذنوب اللي أنت عملتها النهاردة وامبارح وأول امبارح، أن ربنا اللي بيشيل عنك، أن ربنا اللي بيدفع عنك، أن ربنا اللي بيغفر لك. فلولا مغفرة الله، لو ربنا خلى بينك وبين ذنوبك، لو ربنا سابك لذنوبك، ذنوبك هتقطعك حتت، ذنوبك هتمزعك حتت. شفت 20 بلطجي هجموا بالسيوف على واحد اعزل قطعوه حتت؟ اهي دي الذنوب بالظبط. عشان كده كلمة المغفرة من المغفر، غطاء الرأس اللي بيمنع من سيوف الحرب. كأنه ربنا شبه الذنب بالسيف، زب شبه الذنب بحد ماسك سيف زي البلطجي بالظبط، حد ماسك سيف وانت اعزل. ولولا المغفرة السيف هيشقك نصين. يعني انت بتقطع نفسك وربنا بيحفظك، انت بتودي نفسك على النار وربنا بينجيك. عشان كده كلمة الغفور دي يا جماعة كلمة تحببك في ربنا قوي. زمان كان في عشب كده عند العرب اسمه الغفر. الغفر ده ايه؟ لما كان الواحد يتجرح ويؤلمه الجراح كانوا يدهنوا عليه من الغفر ده، يحطوا عليه من الغفر. يعني ذنوبك دي آلام، آلامك النفسية كلها بسبب ذنوبك، آلامك وهمومك وغمك كلها بسبب ذنوبك، والغفور هو اللي بيدويك. الذنب ده من الذنب من الديل عواقب وخيمة، وربنا هو اللي بينجيك. الذنوب ده يا جماعة زي 50 بلطجي واقفين لك برا المسجد هنا والباب مقفول، لو اتفتح الباب هيقطعوك حتت. دي ذنوبك، هي دي بالظبط ذنوبك. اسم الغفور او الاستغفار بيشبه الذنوب بالمنظر ده بالظبط، لو اتفتح الباب هيقطعوك. الباب اللي مقفول ده هو الاستغفار، الباب اللي مقفول ده هو اثر اسم الله الغفور في حياتك. عشان كده اسم الله الغفور يحببك في ربنا، ان رغم كل الذنوب اللي انت عملتها انت قاعد قدامنا سليم اهو. اسم الله الغفور اكتر ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ربنا بيه في الحياة هو مغفرة ربنا. بكلمكم عن اسم الله الغفور، فأكتر زمن عصي فيه الله على وجه الأرض. بكلمكم عن اسم الله الغفور، فأكتر زمن انتهكت فيه حرمات الله على وجه الأرض. بكلمكم عن اسم الله الغفور، فأكتر زمن عصي الله بمعاصي لم يعصها أحد من العالمين في التاريخ. لولا مغفرة ربنا، لولا حلم ربنا سبحانه وتعالى، لم يكن الدنيا زي ما احنا شايفينها. اسم الله الغفور يا جماعة، يعني من المفاجآت اللي هتحصل في حياتك لما هتبدأ تستغفر. لما هنتكلم مع بعض وهنتفق مع بعض ان شاء الله بإذن الله، وقبل ما نخرج من هنا كل واحد يرفع ايده ويقول ورد الاستغفار بتاعه هيبقى قد ايه. هو الاستغفار له ورد عادي يعني على السنة؟ النبي جمع الصحابة، جمع الناس وقال لهم توبوا الى الله، فاني اتوب الى الله في اليوم 100 مرة. ابن عمر بيقول عددت لرسول الله في مجلس قبل ما النبي عليه الصلاة والسلام يقوم، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه 100 مرة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اني لا يغان على قلبي حتى استغفر الله في اليوم 100 مرة. الصحابة بيقولوا كنا نعد لرسول الله في المجلس الواحد، رب اغفر لي وتب علي، انك انت التواب الغفور، انك انت التواب الرحيم 100 مرة. والنبي كان بيجلس مع الصحابة كام مرة في اليوم يا جماعة؟ ده مرة الصبح ومرة بالليل، غير المجلس اللي بيجلسه مع زوجاته. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا نملى حياتنا بالاستغفار. النبي كان بيدخل الجامعة يستغفر، يقف يصلي يستغفر، يقف على جنازة صحابي يستغفر له. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ان الاستغفار ده صاحب لنا في الحياة. عايزين ندخل في موضوع الاستغفار، ولكن عايزين نفهم الاول ان في استغفار اجرامي. يعني ايه؟ ان استغفارنا يحتاج الى استغفار. يعني استغفار اجرامي؟
يعني يا جماعة، واحد مثلا قتل ابن واحد، ذبح ابن واحد، فراح يقول له بقول لك ايه بقى، انت راجل قلبك ايه طيب وكريم، يلا المسامح كريم بقى، سامحني. ده ايه ده؟ ده مجرم، ده مجرم، هو ده اعتذار عن الجريمة دي، ده مجرم. ده عند بالصعيد يقول لك لما يكون في طار وواحد عايز يخلصه يشيل كفنه ويروح للي عليه الطار، يشيل كفنه، يعني رايح له يقول له عايز تقتلني اقتلني، عايز تعفو عني اعفو عني، يعني بيعتذر على قدر الجريمة او قريب من الجريمة. انما عشان كده استغفر الله العظيم واتوب اليه. يا ابني انت ما انتش عارف انت عملت ايه. عشان كده يا اخوانا من العبادات اللي هيبقى ليها اثر مفاجئ في حياتك الاستغفار، دراماتيك تشينج، تغيير درامي في حياتك. ليه؟ لانك ما انتش مدرك ذنوبك حجب عنك قد ايه، ذنوبك عامله فيك قد ايه. عايز تعرف الذنوب بتعمل ايه، روح بص على الحجر الاسود، ده كان حجر من الجنه، حجر من اللي وصف في القران والسنه في الجنه. شوف الذنوب عملت فيه ايه، تخيل اللي عمل كده في حجر من الجنة عملت ايه في قلبك، قلبك حصل فيه ايه. انت متخيل الذنوب عملت ايه في مصر، انت عارف الذنوب عملت ايه في مصر، انت عارف الذنوب عملت ايه في الامة، انت عارف الذنوب عملت ايه في دينك انت. حصل ان قبل كده واحد اطرد من طريق الالتزام بسبب ذنوبه، حصل قبل كده ان في ملتزمين اطردوا من الطريق بسبب معاصي سر استهانوا بيها، حصل قبل كده ان في ناس دخلت طريق ربنا وحرمت منه بسبب معاصي استهترت بيها، حصل ان ناس اتحرمت من الدعوة بسبب الذنوب، حصل كل ده حصل. انت عارف ذنوبك عملت ايه في نفسيتك، انت عارف ذنوبك عملت ايه في رزقك، في رزقك. ها الحديث اللي في سنده ما قال ان العبد لا يحرم الرزق من ذنب يصيبه. انت متخيل لما صحيفتك تطلع لربنا كل اثنين وخميس مليانه ذنوب، هينزل لك ايه قصاد الذنوب دي؟ فتوحات؟ هينزل لك ايه قصاد الذنوب دي؟ متوقع ايه؟ انت عارف الذنوب عملت ايه في العالم كله، انت عارف الذنوب عملت ايه في الدنيا. الذنوب دي عامله زي 10 مسكوا فؤوس وراحهم قاعدين يهدوا في السد العالي. يا عم انتوا بتعملوا ايه؟ يقول لك وانت مالك وانا جيت جنبك، انا حر في اللي بعمله. يا عم انت بتخربها علينا كلنا. الناس لو تعرف الذنب اللي واحد مننا بيعمله هيعود على الجميع بضرر قد ايه، كانت الناس هتقاتل اللي بيعصي ربنا في الشارع. عشان ما يعصيش ربنا في الشارع ليه؟ لان عقوبة الذنوب هتنزل على اللي شاف وسكت، وعلى جيران الذنب وجيران الذنب، الا من عصم الله سبحانه وتعالى. اخواني في الله، قضية الذنب قضية خطيرة جدا. زمان لما الخليفة سمع ان امرأة ام المعتصم، امرأة في سوق من اسواق الرومان وكانت بتشتري في سوق من اسواق عمورية، وجند رومي حب يتريق عليها، فقام رابط طرف الثوب بتاعها في الكرسي اللي قاعد عليه، قامت اتكشف حتة من رجليها، مش لابسة لبس يعني ضايع، ده اتكشف جزء من رجلها، فصرخت وقالت ومعتصماه. الجندي قاعد يضحك، ومعتصماه مين ده، احنا في اوروبا، انت فاكره ايه؟ قال لها هو ذا المعتصم ياتي اليك على فرس ابلش. المعتصم انت بتنادي يا ايتها المراه العاميه الحقيره، ده في نظر بتاع الروم بقى، انت بتكلمي خليفة المسلمين هيسمعك منين ده؟ قال لها هو ذا المعتصم جايلك على حصان ابيض فابيض. قعد يضحك عليها. فلما وصلت القصة الى المعتصم امر ان يجيش جيش كله على افراس بيضاء، كل الجيش على حصان ابيض فابيض، وذهب وفتح البلد، وذهب الى المكان الذي اهنت فيه المسلمة، واتى بالمسلمة وقال لها يا اختاه انا المعتصم، لبيك يا اختها انا ذا قد جئت اليك. عشان يكيد هؤلاء الرومان ان اقل مسلم في الامة. ده الكلام ده كان امتى يا جماعة؟ كان ده كان ايام زمن العزة. الوقتي مسلمة تغتصب في السجون وتنتحر وتقتل نفسها من الغم اللي هي فيه، من القهر اللي هي فيه. يبقى الذنوب عملت ايه في الامة؟ الذنوب بدلت الغنى فقر، الذنوب بدلت العز ذل، الذنوب عملت في حياتك نفس اللي عملته في الامة، الذنوب عملت في قلبك نفس اللي عملته في الحجر الاسود. الذنوب عملت كتير قوي يا جماعة. عشان كده عايزين النهاردة نتعلم ازاي قد ايه الذنوب عملت فينا، وعايزين نتعلم المفتاح الخطير ده هو الاستغفار. الاستغفار، يا ترى الاستغفار، يا ترى اثر اسم الله الغفور في حياتك لما يجي هيعمل في حياتك ايه؟ زي ما بقول لك مفاجآت.
اللي يستغفر ربنا. والله يا اخواني الايام اللي الواحد بيرزق فيها الاستغفار الواحد بيبقى متعجب من الفتح على قلبه، من الفتح في حياته، من الفتح في الدعوة، من الفتح لكل حاجة. قول سبحان الله العظيم. طب احنا بنسيب اسم الله الغفور ليه؟ طب احنا بنسيب الاستغفار ليه؟ مرة زمان وانا طالب يعني الشيخ محمد يعقوب ربنا يحفظه قال لي اقعد النهاردة استغفر 5000 مرة. استغفرت 5000 مرة وطبعا كانت عملية مرهقة مش سهلة. وبعد كده كنت في مصر ورجعت البلد هنا لقيت الدنيا رغم ان الدنيا ايامها كل حاجة سبحان الله تأثير رهيب بقى وابتلاءات رهيبة لقيت حاجات غريبة بتحصل. بس للأسف وقتها ما قدرتش افسر السبب. انا الوقت فاهم السبب ايه. الاستغفار هو السبب. لما بتستغفر ربنا بيفتح لك في الدنيا. الاستغفار يا جماعة سبب لفتح ابواب السماء. عشان كده يعني سبحان الله العظيم البخاري ده فتح الباري، ده فتح الباري شرح صحيح البخاري. البخاري عامل كتاب كتاب الايه، كتاب الدعوات، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، كتاب الدعاء، كتاب الدعوات. بدأ بايه؟ بدأ بباب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما يجيب أدعية النبي بدأ بباب استغفار النبي عليه الصلاة والسلام. فوقف العلماء طبعا، طب البخاري جاب ده ليه قبل ده ليه؟ قال لك عشان الاستغفار بيفتح ابواب السماء، فالدعاء يطلع ما يبقاش في بينه وبين الله حجاب. ان ذنوبك منع اجابة دعائك، منع ان دعائك يصعد. يبقى انت لما بتستغفر الدعاء بيصعد الى الله، يبقى الدعاء بيفتح ابواب السماء. طب اللي بيفتح ابواب السماء ما يفتحش ابواب الارض؟ الدعاء بيفتح ابواب الرحمة. وانت داخل بالمسجد دلوقتي قلت ايه؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم ده كلام، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. وافتح، ولا يوجد فتح الا بعد غلق. يعني يا رب ابواب الرحمة المفلولة مقفولة افتحها لي. بعد ما قلت اللهم ايه اغفر لي، كأن اللي كان قافل عليك ابواب الرحمة هي ذنوبك. طب وانت خارج من المسجد هتقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي، ما انتوش حافظين اذكار الدخول والخروج من المسجد يا جماعة. ومعتصما حسبنا الله ونعم الوكيل. مش حافظين اذكار الدخول والخروج من المسجد؟ بلاش فضايح، اشطب الحته ده يا باشمهندس ياسر فضيحه. يقول لك رجاله المنصوره مش حافظين اذكار الدخول والخروج من المسجد. قولوا يا رجاله وانتوا خارجين من المسجد هتقولوا ايه؟ ما تفضحوناش قدام الاجانب. اللهم اغفر لي، برافو، ما قلتوهاش بس برافو وخلاص، برافو. اللهم اغفر لي وافتح لي ابوابه فضلك. ما شاء الله لا قوه الا بالله. وافتح لي ابواب فضلك، كان اللي كان قافل ابواب الفضل هو الايه؟ ذنوبك. الذنوب بتفتح ابواب الرحمة، الذنوب بتفتح ابواب الفضل، الذنوب بتفتح ابواب السماء، الذنوب بتفتح. الاستغفار بيفتح ابواب الفردوس الاعلى. الاستغفار مش بس بيفتح ابواب السماء وابواب الرحمة وابواب الفضل، الاستغفار بيفتح ابواب الفردوس الاعلى. حد يعرف يجيب لي دليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير. طوبى، وشد حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مذكور فيه طوبى مع الفردوس الاعلى، مع الفردوس الاعلى. فطوبى ان كانت شجرة من الفردوس الاعلى يبقى طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير. ان اهل الاستغفار كثير دي يا جماعة يعني كثير زي النبي عليه الصلاة والسلام كده، يبقى من اهل الفردوس الاعلى. يعني الاستغفار بيدخل الفردوس الاعلى، يبقى مشكلة ايه اللي الاستغفار ما يحلهاش بعد كده؟ يبقى ازمة ايه اللي الاستغفار ربنا الغفور ما يفرجهاش بسبب الاستغفار بعد كده؟ بقول لكم اسم الغفور ده هيربطك بربنا جدا، هيصلك بالله. اسم الغفور ده هيحببك في ربنا. اسم الغفور ده هيديك امل في الحياة. اسم الغفور ده اكتر اسم قلب النبي عليه الصلاة والسلام عاش معاه. اسم الغفور ده اكتر معاملة ربنا بيعملها لك في حياتك. اسم الغفور ده مفتاح لحل جميع مشاكل حياتك سبحان الله العظيم. واحد من الناس يعني زوجته بتقول يعني الراجل زوجها كان انسان كويس جدا وانسان قوي وسليم وكل حاجة في حياته كويسة، بتقول فجأة صحته اتدهورت لدرجة انه خس 18 كيلو في خلال ايام.
ونفسيته تعبت وبدا يبقى عصبي وحياته اتملت مشاكل وامراض، وفقد يعني ايه ان هو يستطيع ان ياتي اهله، فالموضوع ده وتر البيت وخلاه عصبي وخلاه متنرفز، والدنيا سودت. فلما سودت الدنيا في وجهها ذكرت سلاح الاستغفار، ألهمها الله علاج الاستغفار. فبتقول فبدأت تجتهد في الاستغفار ليل نهار، بتقول لدرجة ان هي كانت ايام بتجيب 2000 مرة استغفار، يعني 200-300 مرة بعد كل صلاة ولا حاجة. بتقول لدرجة ان بعض المرات كانت تعد استغفرت قد ايه، تلاقي 7000 مرة استغفار. بتقول سبحان الله العظيم، وبعد اسابيع زوجها داخل بالعربية كده في البيت، البلاط مفروش من جوه، البتاع متبلطة من جوه، بلاطة تحت العربية طرقعت كده، بيشيل البلاطة فيها ايدي تحتها ايه، لقى عظم وشعر ومسامير، يعني ايه سحر. وعارف ازاي بقى يرمي هذا السحر وازاي يتخلص منه، بتقول في خلال ايام بفضل الله سبحانه وتعالى رجع معافا كما كان، رجع ولا كأني في حاجة، قعد اسبوع نايم مش قادر من التعب اللي كان فيه، ورجع ولا كأني في اي شيء. السحر يروح بالاستغفار. ده الناس يا جماعة يا عيني من كتر ما الناس حاسة بقضية الشياطين والجن والسحر والحسد بقى في نصابين كتير قوي، يقول لك ايوه انت عليك عمل شكل عينيك. يا عم انت قريت من شكل عينيه فين؟ يعني انت بتقرا الغيب ولا ايه؟ ايوه ده انت عليك سحر مش عارف ايه، ده انت عليك جن سفلي. قاعدين بقى يشتغلوا في الناس بقى، والناس يا عيني من الهموم اللي هي فيها. يا عم الاستغفار عالج السحر، الاستغفار اذهب الله به السحر. يعني ايه المشكلة؟ مهما كانت مشكلة ضخمة، مهما كانت مشكلة كبيرة، الاستغفار بيعالج هذه الامور كلها، الاستغفار بيعالج هذه المشاكل كلها. انك انت تعرف الاستغفار ده ممكن يعمل في حياتك ايه، سبحان الله العظيم. امبارح الامام قرأ في صلاة العشاء آية عظيمة قوي، ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. لوجدوا الله، هتلاقي ربنا في حياتك لو استغفرت ربنا، هتلاقي ربنا معاك مهما كانت المشكلة لو استغفرت ربنا، هتلاقي ربنا. من الكلمات اللي هزت قلبي كلمة واحدة ست مطلقة وعندها 3 عيال، من الكلمات اللي هزت قلبي، الست دي المفروض بقى تجري على الجامعات الخيرية ونروح نستكشف حالتها والناس تستكشف حالتها، بتقول انا ربنا ومطلقة وعندها 3 اولاد ولا تعمل وعايزة تتفرغ لاولادها، وبتقول ربنا اغناني وفتح لي ابواب رزق بفإذن الله سبحانه وتعالى بعد ما ادمنت الاستغفار. فقالت كلمة عجيبة يا جماعة، قالت المصدر الوحيد لدخلي هو الاستغفار، المصدر الوحيد لدخلي هو الاستغفار. تعرف يبقى المصدر الوحيد لدخلك هو الاستغفار؟ تعرف تتجوز بالاستغفار؟ تعرف يعني سبحان الله العظيم قصة عجيبة، يعني وجدتها قصة عجيبة جدا، يعني واحد بيحكي ان هو كان محتاج عربية ضروري ومش عارف ايه، والاسرة نفسها في عربية، فبيتفرج على قناة فضائية دينية، فلقى فيه برنامج كده مسابقة، دخل المسابقة، المهم شوية واتصلوا بيه، طبعا ادمن الاستغفار من اجل ان ربنا يرزقه، شوية بيقول لهم اتصلوا بيه مبروك انت كسبت معانا عربية. فبيقول يعني الواحد ايه ده، عربية بالاستغفار؟ هو الاستغفار بيجيب عربيات يا جماعة؟ هو الاستغفار بيعمل كل ده؟ الاستغفار بيجوز اخواتنا الكريمات، الاستغفار بيجوز مسألة العنوسة اللي مدمرة المجتمع الوقتي، هو الاستغفار ممكن يجوز اخت في مسجد، يعني دخل اخت فلقتها مكتئبة وحزينة ومهمومة، قالت لها انت اتجوزت؟ قالت لها لا لم اتزوج بعد، ما اتجوزتش بعد. قالت لها انا كان نفسي في طفل ولم ارزق طفل، وكانت اطفال قضية صعبة بالنسبة لها. بتقول كان نفسي في طفلة يعني ايه، يعني خلاص بقى كبرت بقى وخلاص يعني ده اخر، فكان نفسها في طفلة، فبتقول يعني خلاص بقى عشان قبل ما يعني تصل الى سن اليأس مثلا او اللي بيسموه سن اليأس، فسبحان الله. فبتقول ادمنت الاستغفار، بتستغفر بال500 مرة في اليوم، يعني يجي 100 مرة كده بعد كل صلاة ولا حاجة 500 مرة في اليوم. بتقول قعدت 3 شهور فرزقت طفلة، فبتقول انا ربنا اداني بالاستغفار. ما تطبق الكلام ده، فاخدت هذه الاخت هذه الروشتة وبدأت تطبق فيها،
في خلال شهور قليلة رزقت الزواج بالايه؟ بالاستغفار. عريس بالاستغفار يا جماعة. هو معقولة؟ هو يعني اخ وانا داخل فبيقول لي انت مش هتعلن بقى عن مشروع الجمعية الخيرية اللي عاملة مشروع تزويج الشباب؟ قلت له تزويج مين يا ابني؟ انت ما انت شايف الحالة ولا ايه؟ مين يا عم هيتجوز؟ مين يا عم؟ هم اللي تحت عايزين يتجوزوا بس اللي فوق ما همش حاجة، هيتجوز من ايه؟ هو المصدر الوحيد لمهري هو الاستغفار، تعرف تقولها؟ ها؟ وهي تقول المصدر الوحيد لشبكتي هو الاستغفار، وتتجوزوا انتوا الاثنين بعض بالاستغفار، وتخلفوا بالاستغفار، وتختنوا بالاستغفار، وتدخلوا الجنة بالاستغفار. وما الاستغفار ده صاحب في الحياة يا اخوانا، الاستغفار ده صاحب. الاستغفار ليس عند الذنوب، ده مفهوم لازم يصلح عندنا. الاستغفار مش حاجة بتتعمل لما بتقع في ذنب، الاستغفار ده حاجة. عشان كده من العجائب تلاقي سورة المزمل ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل. يا نهار ابيض، يعني الساعة 10 بالليل النبي واقف على سجادة الصلاة لحد الفجر، ثلثي الليل ونصف وثلثة. ففي الآخر ها، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. مين يا رب اللي استغفر ربنا؟ الصحابة اللي رجلها ورمت من قيام الليل، اللي رجلها تفطرت من قيام الليل، بعد كل الجهد في العبادة ده هو، بعد كل الجهد في العبادة ده هو ها، ترزق الاستغفار، تسأل الاستغفار، تكلف بالاستغفار. يا اخوانا الاستغفار ده مهما عبدت، مهما ارتقيت، ده انت المفروض تزيد في الاستغفار لما ترتقي. طب بعد سورة نوح بقى مش في العبادة، بعد سورة نوح في الدعوة. بعد 950 سنة دعوة، اخر سورة نوح وهو بيقول رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا، في الاخر رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. استغفار بعد 950 سنة دعوة. النبي كان يخلص الصلاة يقول رب اغفر لي. الايات اللي سمعناها في صلاة المغرب في الركعة الاولى، ها سمعنا ايه؟ سمعنا ايه؟ قول يا سمعنا ايه في الركعة الاولى؟ ده انت لو ما قلتوش بتاعتي لسه سخنة يا عم. ما انا عارف ان احنا سمعنا الزريات. سمعنا ايه في الزريات؟ احنا ايوه كده، وبالاسحار هم يستغفرون. وبالاسحار بعد ما قعد يصلي طول الليل قليلا من الليل ما يهجعون، يعني ما نمشي حاجة، وبالاسحار هم يستغفرون. بتستغفر على ايه يا اخوانا؟ الاستغفار ده صاحب في الحياة، صاحب. سيدنا نوح وبيركب في السفينة وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي غفور رحيم. قال بيقولوا احنا ما نستاهلش ان احنا نركب، احنا لو على ذنوبنا كنا نغرق في الطوفان، بس ربنا اللي غفور رحيم. يا ربي، اما المؤمن يعيش في المعنى ده، انا استاهل. محمد بن واسع رحمه الله كان يقول غلاء الاسعار بسبب محمد بن واسع. لو مات محمد بن واسع على استراحة الناس، انك تبقى حاسس انك مذنب، بس ربنا هو الغفور الرحيم. ربنا هو اللي سترني، ربنا هو اللي مداويني من جراح الذنوب، ربنا هو اللي حاميني من اثر ذنوبي. لكن انت تعرف الاستغفار ده بيحميك قد ايه؟ الاستغفار ده تحقيق احلام يا جماعة، تحقيق احلام السلف. لما كان حد يجي للسلف يقول لهم انا فقير، روح استغفر. انا مش متجوز، روح استغفر. انا عندي مشكلة، روح. بالنسبة لهم الاستغفار ده كان حل جميع المشاكل. القصة المشهورة جدا وجميلة جدا وممتعة جدا، ويعني متهيألي كل الناس عارفاها او معظم الناس عارفها، لكن الدلالة بتاعتها لو فكرنا فيها دلالة جميلة قوي. اللي هو الامام احمد لما سافر وكان هيبات في المسجد، والراجل طرده من المسجد بعد العشاء، والدنيا بتشتي، جه واحد خباز فقير خده البيت عنده، قعد يستغفر طول اليوم وهو بيخبز. فالامام احمد قال له انت بتعمل كده طول الليل؟ قال له اه. قال له بقالك قد ايه؟ قال له بقالي 20 سنة. لا، يبقى اللي بيقوم الليل بالاستغفار ده بالتأكيد ربنا محقق له كل احلامه. شوف الفهم يا جماعة. فقال له وماذا فعل الله لك؟ طب انت الوقت الاستغفار ده ربنا عمل لك ايه؟ بس ده انا مسكت لقطة، ده انا مسكت واحد لقطة واحد من المستغفرين الله في قيام الليل. تعالى يا عم ربنا عمل لك ايه؟ قال له ما طلبت من ربي طلبا الا استجابه لي. احلامك مجابة. كل الاستغفار ده بيخلي احلامك مجابة. اذا ادمنته، اذا لازمته، اذا لازمت الاستغفار، جعل الله لك من كل هم فرجا، من كل ضيق فرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقك من حيث لا تحتسب. وان كان السند فيما قال الا اني شواهد الشرع بتدل عليه. الاستغفار يا جماعة بيفتح كل الابواب المقفولة. سيدنا نوح بيقول فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارة يرسل السماء عليكم مدرارة
اللي سدد السماء الذنوب وامددكم باموال، اللي سدد الخزائن الذنوب وبنين، اللي سدد ارحم النساء الذنوب ويجعل لكم جنات، اللي سدد الارض الذنوب. الذنوب لما تتوب منها كل الابواب تتفتح عليك، كل ابواب الرحمة والفضل. فالامام احمد قال له ماذا فعل الله لك؟ قال له لم اطلب من ربي طلبا الا استجابه لي، الا طلب واحد. قال له ايه؟ قال له ان ارى الامام احمد بن حنبل. قال له انا احمد بن حنبل والله لقد جررت اليك جرة. ده انا جريت ليك. الكلمة دي يا جماعة ايه اللي نفهمه منها؟ ايه اللي نفهمه من هذه القصة؟ ان المداومة على الاستغفار ده احلامه ربنا بيحققها، احلامه ربنا بتحلم بايه؟ طب تعالوا ندخل القرآن كده ونشوف احلام اللي بيستغفروا ربنا بتتحقق ولا لا. بتحلم بايه في زمن الاكتئاب والتوتر؟ I'm stressed and depressed. عايز تبقى لا stressed ولا depressed؟ استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم. هيمتعك، هتعيش في متعة. يمتعكم متاعا حسنا. عايز تبقى سعيد وفرحان والدنيا ممتعة في حياتك، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. عايز تتمتع في الدنيا، استغفر ربنا. طب بتحلم بايه تاني؟ نفسك فين؟ نفسك تبقى شاب قوي بادي بيلت كده وتقوي بقى وايه بقى وحاجة يعني ما حصلتش بقى، ونفسك في القوة، ونفسك بعد الزواج ربنا يديك قوة، ونفسك ربنا يديك في الحياة قوة. استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة الى قوتكم. ويزدكم قوة، قوة هنا نكرة شمول انواع القوة. ربنا يفتح عليك من كل انواع القوة. من القصص العجيبة اللي اثرت فيها جدا، لان دي كانت مشكلة عندي وانا طالب، يعني بنت عندها او فتاة عندها مرض الدوخة، يعني في الصيام تيجي من العصر للمغرب ما هياش قادرة، بتنام لا قادرة تتكلم ولا قادرة تعمل حاجة، وتقول طب انا اتجوز ازاي؟ طب انا اخلف ازاي؟ طب انا اشيل مسؤولية اسرة ازاي؟ وهي لسه لم تتزوج. المرض ده كان الواحد لما بيجيله مرض الدوخة ايام الكلية كل ما تروح لدكتور يقولك ايه؟ كورونيك فاتيك سندروم، عندك هبوط مزمن. طب انا اعمل ايه يعني في الكورونيك فاتيك سندروم ده؟ يعني الهبوط المزمن ده اعمل فيه ايه؟ هو كده انت عندك دوخة. طب احلها ازاي؟ هي دوخة. فسبحان الله، فهذه الفتاة ألهمت الاستغفار، ألهمت كثرة الاستغفار، بتقول ربنا عفاها وادها قوة بعد الاستغفار، لدرجة ان اللي هي اللي كانت قبل الافطار تنزل تقضي الحوائج بتاعت العيلة بتاعتها، وبعد الفطار في رمضان تنزل التراويح وتنزل التهجد. الصحة دي جابتها منين؟ من ادمان الاستغفار. العافية دي. ويزدكم قوة الى قوتكم. عشان كده دي مشكلة كتير عند الطلبة، ومشكلة عند ناس كتير جدا الوقت، مشكلة الهبوط والدوخة. يعني انا عايز اقول لك ايه؟ انا عايز اقول لك ان الاستغفار بيحل مشاكل انت ممكن ما تتخيلش انه يحلها، انت ممكن ما تتخيلش ان مجال عمل الاستغفار يوصل لها. طب انت نفسك في ايه؟ نفسك الدنيا الملعونة دي مصايبها ما تجيش عليك، كوارثها ما تنالش منك. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يبقى اذا يا اخوانا ياما نساء لفوا اوروبا عشان عيل، عشان الانجاب، والاستغفار هو اللي رزقه بالانجاب. ياما مرضى لفوا المستشفيات عشان الشفاء، واللي ربنا نزل به الشفاء هو الاستغفار. يا اخوانا يعني في مسجد من المساجد، فداخل شاب مهموم وحزين، ويعني سبحان الله اللي لم يرزق الانجاب او اتاخر الانجاب، يعني انا قعدت بعد الزواج حوالي 4 سنين مثلا موضوع الانجاب تاخر، بيبقى ضغط. انت ممكن يكون الموضوع مش في دماغك، ولكن ضغط المجتمع عليك، ضغط المجتمع عليك فعلا موترك. يعني انت عايز تخلص يا عم، خلاص يا عم نروح نشوف بلد تانية نعيش فيها. فسبحان الله العظيم، وبيبدا الناس يوتروا الانسان، وبيبدا يطلع بقى كمان بعض الشامتين بقى. فيعني انا اذكر مره، يعني بعد مثلا 2-3 كده مش فاكر، يعني الانجاب تاخر، فواحد فات عليا كده فقال لي لا 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 يا عم بقى شد حيلك، وبدا يتكلم بطريقه غريبه كده، يعني ايه انا حاسس ان هو ايه، يعني كانه يعني سبحان الله. فنزلت يوميها بعد ما خرج من عندي وانا زعلان كده وحزين وعينيا بتدمع، فماسك المصحف فبفتحه وانا حزين، فبفتح فلقيت قول الله: فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون. حسيت ان الدنيا، انت ربنا لو فتح عليك في الدين اغلى من الدنيا واللي فيها، والمهم اللهم لك الحمد الواحد لما اجتهد في الدعوه بعد كده ربنا فتح، انما انا اقصد ان بيبقى ازمه
فالشاب داخل المسجد وهو مخنوق ومكتئب وتعبان، فواحد راجل كبير بيقول له مالك يا ابني؟ قال له انا ما لفيت على كل العيادات ما خلفتش لحد دلوقتي، وما فيش دكتور في الدنيا لو رحت له، ما فيش حاجة في الدنيا لو عملتها، ما فيش طريقة لو عملتها، ما فيش خالص، ومش عارف ايه، وما فيش اطفال، وما انجبتش، والموضوع بالنسبة له موضوع صعب على نفسه. قال له اقول لك روشتة، بس على شرط، الروشتة صعبة جدا بس تطبقها. قال له صعبة صعبة بس قول لي ايه روشتة؟ قال له قبل الفجر بساعة تصحى كل يوم انت ومراتك، نص ساعة تصلي ونص ساعة تستغفر يوميا، وما تستبطئش الموضوع. قال له ماشي، رجع لزوجته قال لها، قالت له خلاص نبدأ. قال لها من امتى؟ قالت له من اول الليلة، انا ابدأ من اول الليلة. بيقول 15 يوم وزوجته كانت حامل، 15 يوم، سبحان الله العظيم. واحد معاه في 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 المهنة بتاعته، في الشغل بتاعه، سمع منه هذه الروشتة طبقها شهر وزوجته حملت. واحد تالت سمع الروشتة قالها لزوجته، ما كانوش بينجبوا، زوجته طبقته وما طبقهاش برضو حملت. يعني ممكن حد يشيل، مش شرط كله يشيل، يعني مش شرط كله يبقى ايه، يعني حد يا عم حد يستجدع وخلاص، حد ربنا ينزل الفتح بسببه وخلاص. اللي بيستغفر كتير ده ربنا بينزل الفتح على اللي حواليه بسببه. فما تشوف واحد مدمن استغفار روح ايه يعني ارسم عليه كده عشان تصاحبه، يعني لان ده انت ما انتش عارف ربنا يفتح له ايه في الدنيا وفي الاخرة. يعني يا اخوان انا عايز اقول لك ان الاستغفار ده بيحل قضايا في غاية العجب، بيحل قضايا من يعني القصص اللي اثرت في قلبي. يعني واحدة من النساء وقاعدة برضو في المسجد وقاعدة زعلانة، وجات اخت فبتقول لها مالك، حد من العيال قرفك ولا ايه؟ قالت لها عيالي انا عندي عيال فعلا، بس شوية عرايس لعب، مسميه عروسة منهم خالد، وعروسة منهم محمد، وعروسة منهم نورة، وعروسة منهم، مسميه العرايس على اسماء الاطفال اللي نفسي يبقوا في يوم من الايام اطفال، انما ما عنديش اطفال، ما عنديش اولاد. قالت لها سبحان الله العظيم، ما عندكيش اولاد؟ قالت لها وجوزي مصمم ان حملت اجيب ولد، يعني انا مش عارفة اجيب له ولد ولا بنت، وهو كمان مصمم على ولد، وبتبقى مصيبة لو حملت وجبت بنت، ده نجي اي حاجة. قالت لها كمان ولد، وحاولت اشتغل عشان اخرج همي في الشغل، ما فيش شغل قابلني. قالت لها سبحان الله العظيم، طب ليكي في روشتة بس على شرط. قالت لها ايه؟ قالت لها ما تتعبيش، مهما طال الوقت ما تزهقيش، مهما طال الوقت وما لقيتيش علامات الفرج ما تزهقيش. قالت لها ايه؟ قالت لها الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. قالت لها لا، يعني الاستغفار بيجيب عيال، الاستغفار بيجيب انجاب. بتقول ما هي الا بضعة شهور ورزقها الله ولد اسمه عبد الله، وكمان جالها وظيفة للأسف الشديد. احنا طبعا ضد عمل المرأة يعني، بس هو ده اللي حصل يعني، فخلفت وكمان رزقت وظيفة. فسبحان الله يا اخواني، الاستغفار، ان تدمن الاستغفار، ان تدمن. النبي عليه الصلاة والسلام لما نشوف كان بيستغفر قد ايه، كان بيستغفر ازاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله اكبر، لا مش الله، ده لسه داخل من المسجد، اللهم اغفر لي وافتح لي ابواب رحمتك، طب الله اكبر، اللهم باعد بيني وبين ذنوبي، اللهم نقني من خطاياي، اللهم اغسلني من ذنوبي بالماء والثلج والبرد. الدعاء ده اسمه دعاء الايه؟ استفتاح. حاجة مقفولة وبتتفتح لك بسبب الاستغفار، حاجة مقفولة والاستغفار بيفتحها لك، بتفتح الحجب اللي بينك وبين ربك عشان في الصلاة تعرف تدخل على مولاك وتنطلق لربك. طب النبي عليه الصلاة والسلام يجي يركع، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، ها اللهم اغفر لي. يجي يسجد، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك من اذكار السجود، اللهم اغفر لي. بين السجدتين رب اغفر لي، رب اغفر لي مرتين، مش يعني اتنين، مرتين يعني ايه؟ قولهم كذا مرة لغة، يعني قولهم كذا مرة قبل ما يسلم من التحيات، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت، انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت. النبي عليه الصلاة والسلام يسلم بالصلاة، اول حاجة يقولها بعد السلام ايه؟ رب اغفر لي، رب استغفر الله، استغفر الله، يستغفر ربنا وهو خارج بالمسجد، اللهم اغفر لي وافتح لي ابواب فضلك. النبي عليه الصلاة والسلام في اذكار الصباح والمساء يقول سيد الاستغفار، اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، يقول سيد الاستغفار بالنهار بالليل. النبي عليه الصلاة والسلام يحس ان قلبه كده، اني لا يغان على قلبي، استغفار 100 مرة. النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع اصحابه، استغفار 100 مرة. النبي عليه الصلاة والسلام حياته مليانة استغفار يا جماعة، حياته يخرج من الخلاء يقول غفرانك،
غفرانك. لما تيجي تشوف الاذكار بتاعت استغفار النبي تحس ان كل ده رسول الله. عدوا معايا اذكار استغفار النبي، حد يعرف يعدها معايا؟ ها واحد. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. ها اتنين. رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الغفور. رواية تانية. رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الرحيم. اربعة. اسيد الاستغفار، تعرفوا تقولوا معايا؟ قول يلا. اللهم انت ربي خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من. خدوا بالكم دي اخطر جملة في الحديث، اعوذ بك من شر ما صنعت. اعوذ بك من شر ما صنعت. انك انت تعرف ان شر ذنوبك هو اللي مضيعك. الجملة دي اكتر جملة تضغط عليها في الحديث، اعوذ بك من شر ما صنعت. ابوه لك بنعمتك عليه وابوه بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. النبي عليه الصلاة والسلام استغفارات رسول الله. طب استغفار سيدنا ادم حد عارفه؟ رب اني ظلمت نفسي وان لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. استغفار سيدنا موسى حد عارفه؟ رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي. استغفار سيدنا ابو بكر الصديق حد عارفه؟ رب اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وانه لا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. استغفار سيدنا يونس حد عارفه؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. استغفار سيدنا سليمان حد عارفه؟ رب اغفر لي. رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. رب اغفر لي. يبقى الاستغفار يا اخواني في الله، الاستغفار انك انت يبقى عندك ايه؟ سمعنا واطعنا غفرانك. طب غفرانك على ايه؟ ما انت سمعت واطعت. ما احنا قلنا الاستغفار ده من عجائب استغفار النبي، من عجائب صيغ استغفار النبي. والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري. حد يعرف يعد معايا النبي استغفر من كم نوع من الذنوب؟ اللهم اغفر لي ايه؟ خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. يعني ايه كل ذلك عندي؟ كل العبر دي يا رب عندي، كل الذنوب دي يا رب في صحيفتي، انا عملت كل الجرائم دي يا رب. اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني. انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قادر. كم نوع من انواع الاستغفار الذنوب؟ 13 نوع. كأن النبي بيعد جبال. ما قدمت ومال التعظيم، ما اخرت، ما اسررت، ما اعلنت. كأن النبي بيعد للتعظيم، كأن النبي حس ان ذنوبه جبال. النبي عليه الصلاة والسلام دي مشاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه ذنوبه، دي احاسيس النبي وهو بيستغفر عليه الصلاة والسلام. بيعد 13 نوع من الذنوب. خطيئتي وجهلي، يعني ايه جهلي؟ الذنب اللي انا عملته وانا مش عارف عظمتك يا رب. اسرافي في امري، الذنب اللي عملته النهاردة ورجعت له بكرة ورجعت له بعده ومش عارف اسيبه يا رب. وما انت اعلم به من الحاجات اللي جوه قلبي اللي انا مش عارفها يا رب. ذنوب يا اخوانا، انك انت وجدي وهزلي. الجد الحاجات اللي انا عارف انها حرام وعملتها. الاستغفار يا جماعة انك انت علو همة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستغفار. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان ربنا فتح عليه في كل حاجة، فتح عليه في العلم وفي الفهم وفي الايمان والقلب. ذنوبك يا ابني اني لا يغان على قلب الغين اللبس، انك انت ما عدتش شايف. حتى استغفر الله لما يجي الاستغفار يرجع النور تاني، لما يجي الاستغفار الدنيا تنور كلها، الرؤية تيجي. الاستغفار ان نكتت في القلب نكتة سوداء. عارفين البطاطساية لما تيجي حاجات سوداء كده سوس ينخر فيها لجوه، حاجات بتنخر في القلب. تلاقي نفسك بتسمع الدرس ما بتتأثرش، بتسمع الشريط ما بتتأثرش، بتقرأ القرآن ما بتتأثرش، بتسمع الموعظة ما بتتأثرش. مفيش، القلب واقف. القلب واقف ليه؟ لان الذنوب قافلة على القلب. لما تستغفر تفاجأ ان الاحباط راح والهم راح وقلبك بقى بيتأثر باقل موعظة. يا جماعة كلام اللي كنا بنقوله في الدعوة من 10 سنين ويقلب حياة ناس، الوقت تصرخ في الشاب بيه
ما بيتأثرش. ما بيتأثرش ليه؟ لأن القلب مقفول يا أخوانا. هو الكلام والكلام، ما هو القرآن هو القرآن، هو نفس الكلام، ولكن القلب مقفول. عايز قلبك يبقى رقيق في الموعظة، عايز قلبك يتفتح للقرآن، عايز لما تسمع تذكرة تأثر فيك، الاستغفار من أسباب فتح القلوب. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله. ومن وجد الله فماذا فقد؟ ومن فقد الله فماذا وجد؟ الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد. حد منكم لسانه اشتغل في الاستغفار يا جماعة؟ ولا مفيش فايدة؟ يعني يعني في اوت بوتس ولا الدنيا يعني الدنيا ماشية يعني ولا يا رجالة؟ وحدوها شباب. لا اله الا الله، الحمد لله. طول ما انتم بخير الدنيا بخير ان شاء الله. اللي كنا بنتكلم في ايه بقى؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله. ايوه كده، ايوه كده، اليقظة العالية اللي عند الناس دي. كنا بنتكلم في الاستغفار. انا عايز ادخل معاكم الوقت يا جماعة في التوصيات بدري بدري. ليه؟ عشان اقدر نتكلم بصورة، نتكلم بصورة واضحة عايزين نعمل ايه. اول حاجة انا عايزك تعملها اول ما تروح، تجيب ورقة زي دي وتكتب عليها كده ايه؟ ورقة الذنوب. ورقة الايه؟ الذنوب. الاستغفار ده عارف طلب اللجوء السياسي، واحد مطرود من بلده او هيتقتل وبيطلب لجوء لبلد، الاستغفار ده طلب لجوء الى الله، ورقة الذنوب عشان تستغفر عليها. طب هتكتب ايه؟ يعني حد منكم كده يقول لي ايه انواع الذنوب اللي هتكتبها؟ عدوا معايا كده يا جماعة انواع الذنوب اللي انت هتكتبها، وتحت كل نوع من انواع الذنوب انت هتعمل ايه بقى؟ هتجيب ورقة كربون سودا وتقوم لازقها. يعني انت ايه؟ الموضوع مفتوح يعني. النوع الاولاني ذنوب، ذنوب السر، معاصي السر. معاصي، واحد هيقول لي ايه اكتب ذنوب ايه؟ انا مش فاكر. ما انتش فاكر، طب تعالى نفتكر مع بعض بقى ونفتح مع بعض واحدة واحدة كده. معاصي السر، كل مكالمة حرام غصب عنك يا سيدي مش مشكلة بس حصلت، كل مرة دخلت على النت كده وشفت حاجة ملهاش لازمة، كل مرة في الشارع كده خبطت عينك من غير ما حد ياخد باله كده في ايه؟ في حاجة معدية كده ملهاش لازمة. او انت من تحت النقاب كده، يعني الامر بيسلمش برضو. كل مرة عملت معصية سر وانت ما حدش شافك غير ربنا، ودي اخطر انواع المعاصي، عشان كده دي في الاول. تاني نوع من انواع المعاصي تكتبه، اقعد افتكر بقى، كل واحد عارف معصيه، كل واحد عارف هو بيرجع لايه وبيرد لايه. تاني، تاني نوع من انواع المعاصي، معاصي زمان. ايه معاصي زمان؟ قبل ما حضرتك تدخل المسجد وتلتزم، هو انت فكرك ان في ان اللي انت سبت عمله يبقى انت تبت منه؟ سبت غير تبت، انت ممكن تكون سبت بس اصل هو ممكن معاصي ايام ثانويه عامه، عيب بقى لما بتقيت في الجامعه انك تعملها. معاصي قبل الجواز، عيب بقى ما عادش دورك يعني بعد ما اتجوزت تعملها. معاصي ايام الشباب، عيب بقى ما بقيت راجل كده وعيالك ماشيين جنبك انك انت تعملها. يعني ففي حاجات انت سبتها وفي حاجات انت سبتها ونسيتها، انت تبت من كل اللي انت عملته. يبقى اذا معاصي زمان تتوب منها وتجدد التوبه منها. ثالث نوع من انواع المعاصي تستغفر ربنا منه، معاصي القلوب. يعني ايه معاصي القلوب يا جماعه؟ في معاصي اشد من الكبائر، القلوب. يعني ايه معاصي القلوب يا جماعه؟ هو ابليس اللي ضيعه ايه؟ واحد بعد 70,000 سنة عبادة انتكس بسبب ايه؟ مصيبة جوه قلبه. عايز ايه؟ رغبته ايه؟ ادم ما يبقاش اعلى مني. يبقى اذا معاصي القلوب ديت، ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ذنوبك ممكن تخزل بها في اخطر موضع محتاج الثبات فيه، يعني ساعة فتنة الممات الشيطان ممكن يفتنك عند الممات بسبب ايه؟ ببعض ما كسبوا. يبقى اذا معاصي القلوب يا جماعة. عشان كده تلاقي فجأة واحد ملتزم 100 100، وعمل زي الايه؟ عارفين الوزة ما بتتدبح؟ شفت وزة اتدبحت قبل كده؟ الوزة لما بتتدبح ما بتقعش، بتفضل ماشي عادي كده ورفع راسها برضو، وفجأة تقوم وقع. تفضل ماشية كده ولا هممها خالص، وتقوم فجأة تقوم وقع. او في اخوة بتبقى كده، هي مدبوحة جوه قلبها بمعاصي القلوب بس مش باينة، وفجأة يقوم واقع. فنبص لأخ فلان
اللي كان فلان مين يا ابني؟ انت باص من بره، انت ما خدتش بالك ان في معاصي قلوب وفي رواسب جاهليه جوه قلبه هو ما طهرهاش، وفي رياء وفي استغفر ربنا من معاصي القلوب عشان ما تجيش تفاجئ بيها عند الموت او ساعه الجهاد او في انتكاس مفاجئ. رابع نوع من انواع المعاصي تستغفر ربنا منه معاصي النفوس، هو النفس غير القلب. القلب ده اللي هو ايه؟ يحب الشهوات، يجي فيه شبهات من معاصي القلوب، الشك، شهوات وشبهات. امال ايه معاصي النفوس؟ معاصي النفوس دي بقى الكبر، الانا، الانانيه اللي جواك، الانا، زي ما ابليس قال انا خير من انا احسن، اول واحد قال انا في الدنيا دي كان ابليس انا والعياذ بالله. يبقى معاصي النفوس، النفوس دي خربت الدنيا. انتوا عارفين ليه التيار الاسلامي لا يجتمع؟ نفوس. انتوا عارفين ليه كتير مننا مش قادر يحط ايده في ايد اخوه؟ نفوس، نفوس. عشان كده يقولك يعني التنافس، ان في جايزة كل واحد نافس ان حد ياخدها منه، مش قادرة نفسه تقبل انها تتاخد منه. فيبقى ده التنافس، نفوس، معاصي النفوس، الكبر، العجب، رؤية النفس، الانانية، الانا اللي جواك، حب الظهور، حب المدح، كل دي معاصي النفوس، مصايب. معاصي النفوس دي مصايب، دي اللي مضيعه الطيار الاسلامي الا من رحم الله، اللي مضيعانا كلنا ونحن اول ناس، معاصي النفوس. رقم 5، يبقى اول معاصي، معاصي ايه؟ السر. تاني نوع من انواع المعاصي، زمان، معاصي زمان. تالت نوع، معاصي القلوب. رابع نوع، معاصي النفوس. خامس نوع، ذنوب الفرائض. فرائض، انا بصوم رمضان الحمد لله وبصلي الخمس فروض والفجر. انت تعرف ان ابن باز رحمه الله قال ان اللي يظبط المنبه قبل ما ينام على الساعة 8 الصبح ميعاد الشغل او المحاضرة وما يظبطوش على الفجر فقد كفر. ده عالم، الناس ما بتقولش اي كلام يا جماعة. فرائض، كم مرة ظبطت المنبه على الصبح وانت عارف انك انت ما ظبطتوش على ميعاد الفجر ولا خدت باسباب انك تصحى الفجر؟ مش هقول لك كم فجر راح عليك، كم فجر راح عليك وانت نايم وما عملتش حسابك ازاي تصحى او خدت سبب من اسباب الصحيان. معاصي الفرائض. سادس نوع من انواع المعاصي، معاصي الاخلاق والمعاملات. اكتر حاجة بتدخل الناس جهنم معاصي الاخلاق والمعاملات، واكتر حاجة تدخل الناس الفردوس الاعلى. كم مدرس خدت عنه في ثانوية عامة وكلت عليه الفلوس وخلعت؟ كم واحد استلفت منه حاجة معلش بس اخد منك دي تنسيته مين اصلا ونسيت انت خدت منه ايه؟ كم مرة في الشغل الدنيوي بتاعك، ما دي امانة، خنت الامانة وقصرت في حق الناس اللي انت بتتعامل معاهم؟ كم مرة اذنبت في حق امك وابوك؟ كم مرة شوحت لوالدتك بايديك وخرجت ورزعت الباب وراك؟ كم مرة قلبت ارحمك ووصلتهمش؟ كم مرة اذيت جار من جيرانك؟ معاصي الاخلاق والمعاملات. كم مرة اذيت حد من اهل الدين؟ لان كنت اغضبتهم لقد اغضبت الله. كم مرة لسانك اتمد على شيخ من الشيوخ على الفيسبوك؟ كم مرة اتجرأت على حد من اهل الدين والنبي بيقول لان كنت اغضبتهم لقد اغضبت الله؟ كم مرة اجرمت في حق الاخلاق والمعاملات؟ النوع السابع من انواع الذنوب في ورقة الذنوب الطويلة يا جماعة، ده كل واحدة من دي عايزة ورقة. النوع السابع يا اخوانا، المعاصي الجارية. يعني ايه المعاصي الجارية؟ اللي انت علمتهم زمان المعصية قبل ما تتوب، اللي انت عرفته على فلانة، اللي انت عرفتها على فلان، اللي انت اديته رقم مش عارف ايه، اللي عرفته موقع نت، اللي جبت له شريط لمغني، اللي عرفته سكة مش عارف ايه، اللي فرجته، يعني ايه اللي انت اديته سجارة قبل ما انت تتوب منها، يعني لو الموضوع زاد بقى اللي انت علمته مخض، اي حاجة بقى، معاصي جارية. وهو الوقت قاعد يعصي ربنا، دي معاصي جارية. يعني ودي لها توبة طبعا، ولكن انت لازم تستغفر منها. ومن المعاصي الجارية كمان ايه غير الموضوع ده؟ الاخوة اللي بكل سذاجة على الفيسبوك تقعد تشير مقاطع مليانة منكرات بس هو فاكر ان هو بينصر كده القضية بتاعته، وساكت على المنكرات اللي فيها، وساكت على الحاجات الحرام اللي فيها، سواء من اغاني حرام سواء من صور حرام، ومتقاله ان هو كده معلش يعني ايه المصالح يا ابني ده انت بتشير معاصي. والغلابة بقى اللي مش داريين يا عيني، اللي مش ملتزمين وقاعدين يشيروا على الفيسبوك اغاني ويشيروا حاجات وحشة، وده مصيبة دي الوحيدة والعياذ بالله. المعاصي الجارية، السيئات الجارية. طيب النوع الثامن من انواع المعاصي بعد السيئات الجارية ايه؟
معاصي في حق الاسلام. لو واحد يا جماعة ما دخلش الجيش وهرب من التجنيد، لو اتقبض عليه في حملة يعملوا فيه ايه؟ انت تعرف ان احنا معظمنا هارب من التجنيد، بس من الجندية لدين الله، حق الاسلام. كم مرة شفت منكر وكنت تقدر تغيره ما غيرتوش؟ كم مرة حصل ازمة للاسلام وتشغلت بدنيتك وما وقفتش مع دينك فاثابكم غما بغم، سبت الدين في الغم بتاعه، يتنزل الغم في الدنيا على اللي ساب الدين في الغم بتاعه بسبب ان هو تخلى عن دينه. كم مرة كان المفروض تبقى جندي للاسلام في موقف من المواقف وانت خزلت الدين فيها؟ كل ده يا جماعة انواع معاصي، وانواع معاصي تانية كتير. حد يقدر يقول لي ورقة الذنوب البسيطة بس اللي احنا بدينا نعمل فيها دي فيها كم نوع من انواع المعاصي؟ ها، رقم واحد معاصي السر، اكتب بقى جميل، اكتب يا حبيبي. رقم اتنين معاصي زمان الماضي. رقم تلاتة معاصي القلوب، الوزة اللي مدبوحة. رقم اربعة معاصي نفوس ابليس، اول واحد قال انا. رقم خمسة معاصي الفرائض، كم فجر راح عليك وانت مش واخد باسباب. رقم ستة معاصي الاخلاق والمعاملات، مصيبة الوالدين والارحام والناس رقم سبعة معاصي الجارية، والعياذ بالله، المعاصي بقى المتعدية اللي قبل ما تبقى منقبة، لما كنت متبرجة كان بنت في ابتدائي قلدتك وما كبري، ده قصة يا جماعة المعاصي الجارية ده، ربنا يعافينا يا رب. طيب رقم تمانية معاصي، ها، معاصي في حق الاسلام. يبقى اذا اول حاجة تعملها ورقة الذنوب والمعاصي، بس نعملها. تاني حاجة الوقت يا جماعة، عايزين كل واحد مننا يبقى له ورد استغفار. النبي قال لك كده، قال لك 100 مرة 70 مرة، يعني سبحان الله احاديث الاستغفار يعني خلاف كثير من الاذكار اللي النبي بيسيبها مطلقة بالعدد 70 100 170. الروايات بتاعتها بقى في صحيح مسلم وفي النسائي وفي البخاري وفي يعني في كل بقى الايه، فتح الباري، في كل الايه، في كل الاحاديث بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم العدد متحدد. يعني لازم تلزم نفسك وتبقى راجل في الذكر ده بالذات. قول لي بقى دلوقتي انت هتستغفر كم مره؟ مين يا جماعه يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان بيستغفر 100 مره في المجلس، يبقى ده وهو مع الصحابه. طب هو لوحده قال لهم اني استغفر الله واتوب اليه في اليوم ايه؟ 100 مرة، يبقى 100 مرة لوحده، يعني قول 100 بالنهار و100 بالليل. مين يثبت 100 استغفار بالنهار و100 استغفار بالليل؟ ها، مين يثبت؟ ماشي، معقول، جميل. مين يثبت 100 استغفار بالنهار؟ 100 على الأقل، يعني على الأقل 100 و100، ده على الأقل بإذن الله. طب مين يحاول يجيب له كده 100 بعد كل صلاة؟ جيل حلو جدا، ده حاجة جميلة جدا. طب مين يعرف يجيب المية دول؟ يا عم بلاش مية ومية، احنا عايزين مية واحدة بس يبقوا سيد الاستغفار. حد يعرف يجيبها دي؟ واحد صاحبي عملها معايا مرة ومات، الله يرحمه، الله يرحمه، بس يعني بطل يعني ان شاء الله. جميل جدا، ما شاء الله ما شاء الله. طيب مين يزود؟ مين يزود يا رجال؟ مين ياخد المصحف ده؟ استنوا بس عايزين نجيب حاجة. انا مش عارف، انا كنت محضر لكم يعني، بس مش هما اللي انا قلتوه. طب خلينا في المية اللي بالنهار والمية اللي بالليل، بس احنا نجيبهم بس الاول، دنيا تفتح بس الاول. هتجيبهم؟ خد يلا خلاص. المصحف ده انا معرفش بتاع مين، وكتاب الاذكار ده جميل قوي برضو معرفش بتاع مين. اخواني في الله، الحاجة التالتة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذنب ذنبا فتطهر فأحسن الطهور، اتوضى وضوء صح، ثم صلى ركعتين، ثم استغفر الله إلا غفر الله له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مين الليلة يجيب ركعتين التوبة؟ ركعتين التوبة من كل ذنوب. ولو وقعت في عادة سرية اتوضى وصليهم، ولو وقعت في صورة وحشة اتوضى وصليهم، ولو بصيت على منظر حرام اتوضى وصليهم. مين يحيي سنة ركعتين التوبة مع كل ذنب يقع فيه؟
باذن الله سبحانه وتعالى، ونبدا الليله على الذنوب اللي فاتت. ما شاء الله لا قوه الا بالله. يبقى كده بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى يعني ايه نبدا نستفيد. عايزين الاسبوع ده يبقى منطلق للاستغفار. والله يا اخواني والله اللي يعقل هيستغفر له شويه قبل ما ينام، وشويه قبل ما يصحى، وشويه بعد كل صلاه، وشويه مع اذكار الصباح، وشويه مع اذكار المساء. املى يومك بالاستغفار، ركز في الاستغفار زي النبي عليه الصلاه والسلام. ربنا يفتح لك كل حاجه. يعني سبحان الله العظيم، كان في واحد راح لشيخ، واحد من الدعاء المشهورين يعني، فبيقول له يا شيخ انا اتجوزت وما خلفتش. قال له طيب كان في الحج. قال له طب يا خلاص بقى احنا في الحج بقى، وايه ادعى ربنا احنا في ايام مفترجه. قال له استنى بس فسمعت في الراديو الشيخ بيقول فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. رحت لمراتي قلت لها بقول لك ايه، تعالي نستغفر بنيت ان ربنا يرزقنا ولد. قال له بعدين؟ قال له ربنا رزقنا ولد. قال له الحمد لله. قال له مراتي وهي نفساء لسه قلت لها تعالي نستغفر بنية التاني. استغفرنا بنية التاني يا عم الشيخ، بعدها على طول ربنا جاب لنا التاني. مراتي ولدت التاني وهي لسه نفساء، قلت لها تعالي نستغفر بنية التالت، ربنا ادانا التالت يا عم الشيخ. بس التلاتة ذكور وانا نفسي في بنت. قال له طب خلاص بقى ادعى ربنا بالبنت. قال له استنى بس استنى بقى. مراتي قالت لي نريح شوية، قلت لها خلاص ريح شوية، نفسنا في بنت. رحت قلت لها احنا عايزين بنت، تعالي نستغفر بقى بنية بنت، والوقت انا بحج معاك ومراتي نفساء في البنت الولادة الرابعة فضل الله. فالاستغفار ده جميل قوي يا جماعة. بس يا جماعة الناس استغفار كتير، يعني ما تتخيلش انك هتروح بقى تستغفر، انت عايز تستغفر كتير وانت قاعد تبص لورقة الذنوب بتاعتك ليل ونهار، ويبقى ده دايدن حياتك. شوف بقى فتح ربنا عليك في دينك ودنيتك واخرتك حينما تدمن هذه العبادة. حقيقة شباب انا اخترت عبادة الاستغفار النهاردة اتكلم عنها، لان انا مبقوق منكم، لان انا حاسس ان الاخوة ما عادش فيها فايدة، ما بيتأثروش بحاجة. يعني تكلم الناس يلا يا اخواننا الدعوة الى الله يسخن، وتاني يوم تلاقي نام. يا اخواننا العبادة يسخن. فقلت بالتأكيد في حاجة، القضية دلوقتي في حاجة يقينا السبب الذنوب. فلعل لو الاخوه والاخوات استغفرهم لعل ربنا يجيب الفرج يا رجاله، لعل بعد كده نلاقي الناس. والله يا اخواني انا عشت فتره كنت تعمل للشاب كده هو يتوب، تكلم الاخ يتوب، اي حد بيسمع دين بيتوب، الناس جايه كده لوحدها. انا اللي قاهر قلبي بقالي كذا سنه هو يا رب ايه اللي كان زمان وما عادش موجود دلوقتي. زمان اقل مجهود في الدعوه كان بيقلب الدنيا. الناس هتلتزم على نفسها، اقل كلمة بتأثر في توبة الناس. الشاب يسمع درس يغير كل حاجة ويتوب من كل حاجة. ايه اللي حصل؟ مفيش حاجة اتغيرت غير الذنوب. اكتر زمن عصي فيه الله. يبقى عايزين نرجع تاني للقلوب الرقيقة بتاع الزمان، الاستغفار. ربنا يرقق بقلوبنا ويرقق بقلوب الناس بإذن الله سبحانه وتعالى. الحاجة الاولانية اللي انا بوصيكم بيها غير طبعا الاستغفار، الورش باذن الله سبحانه وتعالى. مين بيقعد في الورش يا جماعه من اللي قاعد قدامي؟ مين بيقعد في الورش؟ ما شاء الله. مين بيقعد في الورش؟ يا نهار ابيض، ده اللي رافعين ايدهم يعني تقريبا نص الناس، اقل من نص الناس. طب مين هيقعد في الورش؟ هو برضه نص الناس ونص وخمسه، بقتوا نص وخمسه. لا يا اخواني يا جماعه، اكبر فتح ربنا فتح بيه علينا موضوع الورش ده، والله اكبر فتح ربنا فتح بيه علينا ده فرج، ده باب فرج، ده باب السماء اتفتح لنا كده. نزلت فكره الورش دي، الله اعلم نزلت بسبب ايه بقى ولا بسبب مين. يا اخوانا ده الاول مره الدين ما عادش هيبقى كلام في حياتنا، ده الاول مره انا بقول لك طبق وانت معاك صحبه هتفضل معاك على مدى الاسبوع، تتواصلوا مع بعض وتطبقوا مع بعض. ما عادش في شكوى انا لوحدي، انا وحيد، انا مش لاقي، انا بقى انا الشحن بيخلص على يوم الاثنين. يا اخوانا ده فتح مبين. اوعى تضيع الفرصه دي على نفسك، اوعى تضيع الفتح ده على نفسك. فرصه اخيرا ان ديننا ما عادش يبقى كلام، ان ديننا ما عادش يبقى دروس وخلاص، ان انت ما يبقاش دينك انك سمعت درس ومشيت. يا اخوانا قضيه الورش دي قضيه ان التوصيات اللي بنقولها دي، يعني هتقعدوا الوقت في الورش باذن الله هتتكلموا، طب نستغفر ازاي، طب الموانع من الاستغفار ايه، طب ذنوبنا عملت فينا. هتلاقي يا ابني واحد حبيبك يكلمك وتكلمه، تتكلموا مع بعض، تتشاركوا مع بعض. انا اسوأ اصعب فتره في حياتي ايام ما كنت طالب، لان ما كانش ليا صحبه فيها،
لم اجد صحبة غير بعد ما اتخرجت وبدأت اشتغل بقى فضل من الله في التربية والدعوة، وبدأ يطلع ناس احنا الاتنين همنا واحد، بدأت الاقي اصحاب في الحياة. انت يا ابني بيتوفر عليك سنين انك تلاقي صحبة، انك تلاقي ناس شايلة همك وبتفكر فيك وبتحبك وبتسأل عليك لو غبت ويعني عايزين يا اخوانا يعني بإذن الله سبحانه وتعالى عايزين موضوع يعني الورش ده ندرك قيمته، والمفروض ان احنا بنرتب، وان كان يعني يبدو ان هو لسه ما ترتبتش قوي، مفروض كنا نعلن عنها الاسبوع ده دوري للورش، هنعمل دوري كورة ما بين الورش وبعض، وهنختار من كل ورشة فريق، وهنروح استاد الجامعة ان شاء الله باذن الله. هنا حاجة جميلة، هنبقى مجتمع يا جماعة، هنبقى بيئة ايمان يا اخوانا، ما عدناش هنبقى افراد اتقابلهم ومحدش عارف اللي على يمينه واللي على شماله. يا اخوانا هنعيش دين، ده مفتاح قناة ان احنا نعيش دين. ما عدتش تبقى بتشبه على الاخ ده، بشوفه في الدروس دايما لما بحضر، عد هيبقى كل اللي حواليك حبايبك، هيبقى كل اللي حواليك اخواتك، وانت ماشي في الشارع لو قابلت ده هتسلموا على بعض وتحضنوا بعض، في دراستك هتكتشف ان ده صاحبك، في شغلك هتكتشف ان ده معاك، في منطقتك هتكتشف ان ده معاك. يا ابني هيبقى في حياة يا جماعة، ساعد نفسك انك تعيش دين، ان الدين ما يبقاش في حياتك درس وخلاص. مين هيحضر الورش الليلة؟ يرفع ايده، يرفع ايدك يا الله العظيم اجيب لكم خرزانة. شيخ تامر خرزانة الله يكرمك المرة الجاية خلاص، عشان لا كده حوالي 70% من الناس رفع ده، بس ما ينفعش يا رجال، عايزين نبقى بيه. انا نفسي صاحبكم يا اخي، انا نفسي استمتع بصحبة اخواني ده، هم نفسي كل ده هم تبقوا اخواني وحبايبي وصحبتي في الحياة. يعني انا بعتبر ان اللي قاعدين قدامي دول صحبتي في الحياة، دول صحبة بكرة، دول اللي لما يكبروا وبإذن الله ويعرفوا معاني الدين اكتر ويبدأوا يطلبوا علم ويبدأوا بقى ايه ندخل مع بعض في تحفيظ القرآن وندخل هنبقى اصحاب بعض في الحياة، هنبقى بإذن الله وحده سند بعض في الحياة يا اخوانا، نتصل على بعض، نطمن على بعض، نسند بعض، نشجع بعض، نخبط في بعض لما حد من مشايخنا يجي خطبة مثلا من خطب الجمعة وكلنا قاعدين جنب بعض، نبقى اصحاب يا اخوانا، نبقى اصحاب، نبقى حبايب. ما تضيعش الفرصة دي على نفسك، ما تضيعش الفرصة دي. انت قعدتك وجلستك في بيئة الإيمان دعم لبيئة الإيمان كلها، ودعم للفكرة اللي احنا عايزين نصدرها، ان بدل ما الملتزمين عاملين زي الغنم في الليلة الشتية كل واحد له دماغ، ان احنا اخيرا نبقى مجتمع، اخيرا نعيش دين، اخيرا تلاقي اللي يسأل عنك، اخيرا لما الساعة 2 بالليل شهوتك تثور وهتتجنن هتقع في العادة السرية تلاقي اللي تتصل بيه ويجيلك او تجيله، تلاقي اللي شايل همك، تلاقي اللي بيدعي لك، اخيرا لما تموت هتلاقي حد يفتكرك ويقول يا رب اغفر له، اخيرا هتلاقي حبايب يحضنوك وتحضنهم وتعيشوا مع بعض. فيا ابني ما يعني يا جماعة يعني ده فرصة عمر يا اخوانا، والله انا شايف كده. الموضوع مش ان اللي قاعد في اللي ماسك الورشة هل هو بقى عالم، هل هو ولا هو اخ اكبر منك شوية ولا ايه، يا ابني انتوا صحاب، انتوا هتبقوا شلة، هتبقوا جروب، شلة مع بعض في الدنيا وفي الدين. حد طيل وشوية بقى وهنعمل تصور بقى ايه الورشة دي، الزور دي ودي الزور دي ودي تحضن دي ودي تحضن دي، ودول يجيبوا النهاردة حلويات، ودول يجيبوا النهاردة سندوتشات فول من البغل، ودول يجيبوا النهاردة صينية بسبوسة معمولة في البيت، ودول يجيبوا، نبدأ بقى نبعت لدول حاجة ونبعت لدول حاجة وناكل ونهيص، تبقى جو جميل. نعيش دين يا شباب، يعني افهموا الدين صح، افهموا توصلوا لربنا ازاي. درس مش هيوصلك لربنا زي ما بيئة ايمان توصلك. الحاجة التانية ان شاء الله باذن الله الورش النهاردة، انا بقول لاخواني اللي على شبكة النت معانا النهاردة ان بفضل وفتح الله هنبدأ النهاردة ورش النت. يعني انا بعد ما اخلص الدرس، الكلام ده مخصوص للاخوة اللي على النت دلوقتي، الشباب والاخوات اللي على النت، ان انا اول ما اخلص الدرس هدخل في الاوضة ان شاء الله باذن الله ربع ساعة او 10 دقايق هكلم الشباب في فكرة الورش، وبعد كده المدير بتاع المشروع على شبكة النت هو بقى اللي هيبدأ ايه يقسم الشباب على الورش اللي موجود على النت عشان يبقى في بيئة ايمان على النت كمان. بص احنا عايزين نودي ابليس في 60 داهية، احنا عايزين نعمل بيئة ايمان على النت، وبيئة ايمان في الارض، وبيئة ايمان في كل جامعة، وبيئة ايمان في كل نادي، وبيئة ايمان في كل قرية، وبيئة ايمان في كل منطقة، عشان يا اخوانا اللي يلتزم يلاقي دين، والملتزم ما ينتكسش. يعني الوقت الدرس، يعني كنت بقول لاخوانكم سبحان الله الدرس الوقت مثلا لو درس فيه 1000 واحد للأسف مفيش حد بيثبت، للأسف بعد 5 شهور هيبقى في كام واحد؟ لا اللي حضروا معنا في الصديق يسكتوا،
اللي عارفها يسكت. بعد خلاص في الصديق بقول لهم 1000 واحد، بعد 5 شهور في واحد قال لي ولا واحد، واحد قال لي 3، قلت له يا ريت هم برضه هيبقوا 1000 بس غير ال1000، كل شويه دول يجوا ويجي غيرهم، دول يجوا. انا نفسي يا جماعه احفظ شيخ لحد يعني 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 احنا كنا زمان في خطب الشيوخ بتاعتنا ودروسهم كنا بنخبط في بعض، عرفنا بعض بعد سنين، قال لا ده فلان بقى داعيه، ده فلان ما شاء الله اكتب لها بقى في العلم الشرعي، ده ما شاء الله. يا اخوانا الثبات، اثبت عشان تثبت. مصيبه الشعب المصري انه مش متعود انه يثبت في حاجه، مش متعود اصلا على الثبات في حاجه في الدنيا، فلما بيدخل في الدين بيدخل في الدين بنفس عيوب الدنيا. يا ابني اثبت، من ثبت نبت، من ثبت نبت، اثبت عشان تثبت. الحاجه الثانيه ان باذن الله سبحانه وتعالى الليله القرانيه، الليله القرانيه انا كنت بديها في مسجد ايه، انا عامل لكم ليله قرانيه في وسط الاسبوع عشان يبقى في جرعه مكثفه من الاتصال بالقران، عشان الناس تتعرض لنور القران، يحصل تربيه بسرعه للناس باذن الله سبحانه وتعالى. الليله القرانيه كنا بنديها لمده اسبوعين في مسجد ايه، الصفطاوي، وبعد كده نقلناها في الصديق الاسبوع اللي فات، بس الاسبوع اللي فات بس. هترجع مسجد الصفطاوي تاني باذن الله يوم ايه، مش هينفع الاربع بقى عشان درس الشيخ احمد جلال يعني ايه المغرب، يوم التلات. يوم التلات ايه؟ مش عايزين الذكاء الاخوي. الليله القرانيه هتبقى امتى؟ يوم التلات العشاء، يوم التلات العشاء في مسجد ايه؟ صفطاوي باذن الله. اشمعنى يوم التلات العشاء؟ دكتور غريب رمضان ربنا يحفظه هيدي من المغرب للعشاء، ده درسه الثابت في الصفطاوي برضه من المغرب للعشاء. الحجة نفيسة ام دكتور عبد الرحمن الصاوي بقى ربنا يحفظها بتدي درس نسائي قبل المغرب، ده عشان الاخوات برضو يجوا من بدري بقى، مش للاخوة ده الاخوات. يبقى هيبقى النساء جايين من قبل المغرب درس الحجة نفيسة ام دكتور عبد الرحمن الصاوي ربنا يحفظها، وبعد المغرب دكتور غريب رمضان الدرس الاسبوع بتاعه، واحنا بعد الايه، بعد العشاء الليلة القرآنية بتاعتنا هنشرح الآيات الستين دقيقة اللي بنعودهم كل مرة بإذن الله سبحانه وتعالى، وبعد كده يا إما هنقوم نصلي بالآيات، يا إما مقابر العسى وجنبنا هنقوم داخلين على المقابر ومضلمين النور ونبدأ إيه، ونبدأ نعيش حياتنا شوية في المقابر. يعني يبقى إيه، يبقى في عمل كده إيماني بعد الليلة القرآنية بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن أنا بعلن الوقت على إن يوم الثلاث شبه يوم تربوي بإذن الله، هيبقى الليلة القرآنية بتاعتنا في العشاء يوم الثلاث في مسجد الصفطاوي. مين هيحضر؟ يا راجل يا راجل من غير نصب. طيب أما نشوف، يبقى يوم الثلاث في مسجد الصفطاوي. طيب يوم الأربع بقى، المرة اللي فاتت كان الشيخ أحمد جلال من المغرب للعشاء وبعد العشاء أنا بعد العشاء. طيب إحنا هنعمل يوم الأربع حاجة جميلة أوي في مسجد الصديق بقى، في مسجد إيه؟ صديق. درس الشيخ احمد جلال يوم ايه؟ درسه الاسبوع يوم الاربع في مسجد الصديق اصلا، صح؟ المرة دي بقى مش هتبقى درس بس للشيخ احمد جلال، هتبقى ليلة ايمانية. مين اللي بيدي فيها؟ الشيخ احمد جلال، دكتور عبد الرحمن الصاوي، دكتور غريب رمضان، واخوكم باذن الله سبحانه وتعالى، وانا باذن الله. احنا الاربعة يوم الاربع في ليلة ايمانية في مسجد الصديق باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى يوم الاربع ده ليلة ايمانية عامة مفتوحة للاخوة والاخوات. هتبقى الليله الايمانيه بتاعت يوم الاربعاء عن ايه؟ حد يتوقع كده؟ احنا ما شاء الله مين اللي قال الدعوه؟ ده في ناس هنا ما شاء الله يا اخوانا مركزه معايا. درس المره فاتت كان عن الدعوه، وليله الاربعاء اللي فات انا والشيخ احمد جلال قعدنا عواميد افتح لقلبك، قعدنا جلسه افتح لقلبك عن الدعوه مع الشباب اللي جم مسجد الصديق. فيعني شفنا ان قضيه الدعوه ما ينفعش انها تتقال مره وتتنسي، فهتبقى الليله كلها بعنوان مفيش بديل. بعنوان ايه؟ مفيش بديل، عشان لو عايزين تعملوا اعلانات ليها على النت، لان قضية الدعوة انا بالنسبة لي حياة او موت، انها لازم تحيا وسط الاخوة والاخوات. لازم قضية الدعوة باذن الله وحده تحيا في الصف ده اهو، ما تموتش في الصف ده اهو. فهتبقى الليلة اسمها مفيش بديل، يعني لا يوجد طريق للتغيير الحقيقي ولاصلاح الواقع الا الدعوة الى الله اولا، وبعد كده اي طريق يبقى يأثر، انما الدعوة اولا وبعد كده اي وسيلة اخرى. يبقى اذا ان شاء الله باذن الله خرجنا ان يوم الثلاث الليلة القرآنية
في مسجد الصفطاوي بإذن الله، وغالبا الميعاد ده يبقى السبت بتاع الليلة القرآنية خلاص بقى، الثلاث العشاء في مسجد الصفطاوي، قبلها درس دكتور الغريب رمضان، قبلها درس الحاجة نفيسة بإذن الله سبحانه وتعالى للنساء عشان اللي عايز ياخد الليلة التربوية على بعضها. يوم الأربعاء هيبقى مرة الأسبوع ده إن شاء الله في مسجد الصديق ليلة تربوية إيمانية بعنوان مفيش بديل للأربع دعاء اللي أنا قلت لكم أسمائهم. إخواننا على النت بذكرهم تاني إن بعد الدرس إن شاء الله يعني بيستنوا معنا بقى، هنصلي العشاء إحنا في المسجد دلوقتي، وبعد صلاة العشاء هدخلهم إن شاء الله بإذن الله على النت ليهم هم لوحدهم عشان أكلمهم عن ترتيب فكرة الورش اللي هتبدأ على النت النهاردة. بذكركم بموضوع الورش يا إخواني في الله، بإذن الله أنا عايز كل المسجد بعد ما نخلص الدرس يبقوا موجودين في الورش الإيمانية بإذن الله. الشيخ تامر شكري أول ما نخلص هيمسك الميكروفون ويرتب الناس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.